حوار على بعد 11 متر. عبد الله السعيد يا رب. عبد الله السعيد هينفذ ركلة الترجيح الأولى. عبد الله السعيد والهدف الأول، الهدف الأول للنادي الأهلي مع فرحة أولى وسجدة أولى لعبد الله السعيد. واحد لا شيء. تنفيذ أمثل لعبد الله السعيد، حطها بقوة. الكلام اللي بقول لحضراتكم عليه تنفيذ بقوة بجوار أحد القائمين، هدف لا محالة. نادر هروب كانافارو، الكرة التنزانية قلب الدفاع في تنفيذ أول وعلى طريقة كريستيانو رونالدو وشريف إكرامي، ويحطها حلو، يحطها بمنتهى منتهى العقل على طريقة زيدان في كأس العالم 2006. نادر هروب عنده 32 سنة، عملها تشيبنج حلوة طبعا، توقع لتحرك شريف إكرامي وحطها في وسط المرمى. 1-1. محمد ناجي جدو في تاني تنفيذ للنادي الاهلي. جدو والهدف الثاني. يا سلام يا جدو، يا سلام يا جدو، الكبير كبير، والثقه والخبرات والقدرات ان شاء الله هتحسم بطاقه التاهل للنادي الاهلي باذن الله. ادي محمد ناجي جدو انتظر تحرك ديدو، راح في الجبهه اليسرى حطها له بقوه في الجبهه اليمنى علشان يتقدم النادي الاهلي 2-1. يا سلام يا شريف، لو يعملها شريف ان شاء الله هيعملها. هذا الشبل من ذاك الاسد. ديدييه كافنباغو اللاعب من بروندي وبيحطها، ولكن حاططها صعبة. ديدييه كافنباغو حاططها في المقص الشمال رغم محاولة شريف إكرامي، ولكن حاططها في مقتل زي ما بنقول. راح لها شريف حلو ومتوقع حلو، ولكن الكرة فيها قوة، كرة صعبة جدا جدا على أي حارس مرمى. 2-2. معلش يا شريف، الجيات ان شاء الله يبقى لينا فيها توفيق اكتر. تريزيجيه في حوار ثالث والركلة الثالثة. تريزيجيه يا ولد يا اسد. تريزيجيه بدون اي تفاهم على طول بيحط كرة لا تصد ولا ترد على الطريقة الاوروبية. كرة من بنشوفها في الدوريات والمنافسات الكبرى، حاططها في سقف المرمى. كرة قوية جدا جدا، عايزة 3-4 حراس مرمى علشان يتقدم النادي الأهلي 3-2. هنشوف الركلة الثالثة مين هيدخل علشان يسدد. على طول ايمانويل حطها، ولكن يا دوب سنتيمترات. حطتها بقوه ايمانويل اوكوي اللي بقول لحضراتكم اللاعب المحترف من اوغندا، حطها، ولكن شريف ابتدى يروح بعد ما اللاعب بيسدد ويوجه. شريف بيروح، ولكن حتى الان بيسدده بقوه شديده جدا وبدقه قويه جدا جدا في الزاوية اليسرى. هارد لك مرة تالتة يا شريف، لكن ان شاء الله جاية. سيد معوض، رابع ركلة للنادي الاهلي. سيد معوض وبيصدها ديدا وبيحافظ على النتيجة علشان تبقى 3-3. موقف صعب، توقعها ديدا وراح لها والكرة ما كانتش بقوة. يا سيد، الزاوية اليمنى دايما بتبقى للعيب الأشول الأسهل، بيقدر يحطها بقوة، ولكن
حب يقفل باطن القدم سيد توقع حديدة. الموقف بقى صعب، وأوسكار أنكولوا هيسدد الركلة الرابعة وبيصدها شريف. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، قلت شريف هيعملها، قلت شريف هيعملها ويعيد الروع ويعيد الأكسجين مرة تانية لينا، مرة تانية لينا بعد ما سيد زعلنا وخوفنا ووقع قلبنا في رجلينا. شريف إكرامي بلمسة، بلمسة تستاهل إيه؟ تستاهل بوسة وتستاهل ألف شكر بإيده اليمين. يا دوب على طول بيحول الكرة بالتعاون مع القائم الأيمن وتخرج كرة أوسكار أنكولو علشان تبقى النتيجة 3-3. حسام عاشور على مش ممكن، مش ممكن، حسام عاشور بيحطها في وسط المرمى، كرة طبعا بيصدها ديدا، تنفيذ ضعيف جدا جدا جدا. ركلة ترجيح أخيرة، إذا أحرزها يانج أفريكانز هيتأهل. فرصة كبيرة جدا جدا ليانج أفريكانز، وموقف صعب لم يتعرض لي النادي الأهلي منذ 2004. سيد رشيد بهنزي في ركلة ترجيح حاسمة، سيد سيد وبيطلع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ألف شكر وألف حمد، ألف شكر وألف حمد. مش معقولة، مش معقولة الاسترخاء، مش معقولة الاسترخاء. أمال التمرينة الأخيرة على ركلات الترجيح كانت إيه؟ مش معقولة، مش معقولة. المباراة بتروح وتيجي وتيجي وتروح وتروح وتيجي، وحتى الآن التوفيق وبراعة شريف إكرامي والقائم الأيمن حتى الآن بيقف خلف حامل اللقب في رحلة الدفاع. ولاعبي النادي الأهلي لازم يبقى فيه تركيز أكتر من كده. محمد نجيب، يا سلام يا نجيب، يا سلام يا نجيب، بيضع الهدف الرابع من الركلة الستة. 4-3، 4-3 للنادي الأهلي. عندنا أفضلية، حطها حلو نجيب، حطها حلو نجيب. مش مهم، مش مهم مدافع ولا مهاجم، المهم الأعصاب والتنفيذ الأمثل والدقة واتخاذ القرار اللي لن تتراجع فيه. طالما اخترت زاوية خلاص جهد، حط واتكل على الله. إن شاء الله طمعانين في شريف وطمعانين في جونيور تويت اللاعب المحترف من رواندا. يلا يا شريف، يلا يا جونيور، ريحنا ويريحنا ويريحنا. يا سلام يا شريف.